السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامتك اهلا وسهلا بكم اتصور ان هذه اخر فيديو قبل بدايه الحرب فعليا باجتياح غزه خاصه على ضوء الاحداث الاخيره التي كانت كلها تصب في اتجاه واحد وهو الحرب واستئصال حماس والحركات الاسلاميه الفلسطينيه من الوجود. بدايه الحرب يمكن ان تنطلق بعد الزيارات الاخيره لمبعوثين اوروبيين الى اسرائيل. بعد زياره بايدن الرئيس الامريكي البارحه التي اكدت قيام الحرب واعطت الضوء الاخضر لاسرائيل بدعم أمريكي غير محدود. نترقب اليوم زيارة المبعوث الألماني والبريطاني وغدا زيارة المبعوث الفرنسي وكل شيء يصبح جاهز للحرب. خلال هذه الأيام الأخيرة منذ عملية طوفان الأقصى، تواصل إسرائيل في قصف قطاع غزة. ونحن نعلم أن هذا القطاع الذي يعتبر جداً صغير ويبلغ تقريباً 365 كيلومتر مربع ويقسم إلى خمسة مقاطعات تم قذف عليه أكثر من ستة آلاف قذيفة وهذا لم يقع في التاريخ ولن يقع أتصور في المستقبل. يعني عدد يعني القذائف التي تم إطلاقها لا يمكن أن تتخيل خاصة أن نعرف أن منطقة غزة تعتبر من المناطق الأكثر كثافة في العالم حيث يعيش ستة آلاف إنسان على الكيلومتر مربع الواحد وإسرائيل قامت بقصف أحياء كاملة ومحتها من الوجود ان حماس والحركات الاسلاميه الفلسطينيه على اختلاف انواعها هي المستهدف الاول في غزه وخارج غزه حيث خلال الايام العشره السابقه قامت اسرائيل بمداهمه كبيره للضفه الغربيه وملاحقه كل العناصر الاسلاميه الفلسطينيه التي خلفت إلى هذه الساعة أكثر من ستين قتيل وسبعمائة معتقل ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة على ما يحدث في غزة رغم أننا لا نتكلم عنه كثير كما أن إسرائيل عازمة بدعم أمريكي وأوروبي على ملاحقة كل العناصر الإسلامية الفلسطينية سواء في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا أو أوروبا أو أمريكا وفي كل بقعة في العالم، القضاء على الفصائل الإسلامية الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل وأمريكا والغرب أصبح أمر لا نقاش فيه، مهما كلف الثمن. مثلما تم القضاء على حزب البعث في العراق وصدام، وتم القضاء على الجماهيرية الليبية والقذافي، وتم القضاء على القاعدة وداعش، يريدون أن ينهون كليا حركة إسلامية فلسطينية. ولكن السؤال الذي يطرح، هل سوف تتمكن إسرائيل والغرب في القضاء على الحركات الاسلاميه الفلسطينيه؟ الجواب طبعا لا، والدليل واضح، انهم لم يستطيعوا القضاء على بشار الاسد في سوريا، لان سوريا حليف ايران وروسيا والصين، بينما صدام من ناحيه ليس له شعبيه خاصه في الاوساط الشيعيه، وإثر الأحداث التي وقعت باجتياح الكويت وعلاقته مع الخليج والحرب العراقية الإيرانية. وبالنسبة لليبيا القذافي تقريباً نفس الشيء، ليس له حلفاء أقوياء. أما بالنسبة للقاعدة وداعش، نحن نعلم الذي خلق القاعدة وداعش هي امريكا والغرب بدعم خليجي. يعني يكفي قطع المساعدات وملاحقتها والقضاء عليها. اي كما خلقتها انهتها. بينما الحركات الاسلاميه الفلسطينيه ليس في يد لا امريكا ولا الخليج ولا الغرب، وانما في يد سوريا وفي يد ايران وفي يد روسيا، لهذا ليس من السهل القضاء عليها. ومحاولة القضاء عليها يمكن أن يتحول الأمر إلى حرب إقليمية أو حتى إلى حرب عالمية في المنطقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي قاد عملية القضاء على صدام والقذافي والقاعدة وداعش ليس امريكا وحدها بل شارك في ذلك حلفائها واعدائها شاركت ايران في اسقاط صدام عن طريق الفصائل الشيعيه وشاركت روسيا في القضاء على القذافي بسكوتها وشاركت اوروبا مشاركه قويه في القضاء على القذافي وخاصه فرنسا كان الذي يدعو للقضاء على القذافي هي دول الخليج خاصة السعودية وفرنسا، والذي دعا للقضاء على صدام غير ايران، هناك دول الخليج الذي اصبح يهدد دول الخليج ويهدد حتى اسرائيل. بينما بالنسبة للقضاء على القاعدة، يمكن ان نقول ان امريكا وحلفائها المقربون هم الذي شاركوا في القضاء. على القاعدة، وذلك إثر حادثة 11 سبتمبر. بينما داعش، الذي شارك في القضاء عليها كل العالم، الصين، روسيا، إيران، الخليج، ونعلم كما قلت لكم، أن القاعدة وداعش هي صنع أمريكي فلت من يديها. كانت خلقتهم يعني من قبل ضد روسيا، ثم تمردوا وأدى إلى ظهور داعش في العراق وسوريا، وكانت في الأول تدعمهم نوعاً ما ضد إيران، ولكن عندما أصبحوا خطر فعلي، تم القضاء عليهم كلياً. بينما القضاء على حماس والحركات الإسلامية الفلسطينية تقودها إسرائيليين يعني العدو اللدود لكل العالم الاسلامي، هذا من جهه، ورغم ان لها حلفاء اقوياء، لها اعداء ايضا، ولا ننسى ان رغم ان اسرائيل مدعومه من امريكا بطريقه غير محدوده ومن الغرب، تعتبر منبوذه خاصه في الوسط الذي هي فيه. كما ان اسرائيل الان في الوقت الحاضر ليس لها القدره ولو بدعم امريكي في 100% ان تقضي على الحركات الاسلاميه لان هذه الحركات الاسلاميه ليس في يد الغرب كما قلت وليس في يد الخليج وليس في يد امريكا بل هم في يد ايران وفي يد روسيا وفي يد سوريا هذه مشكلة كبيرة جدا ولن تسمح إيران ولا سوريا ولا حزب الله ولا غيره من القضاء على هذه الحركات الإسلامية الفلسطينية وهناك مشكلة أخرى إن المقاومة الوحيدة الآن ضد إسرائيل هي المقاومة الإسلامية الفلسطينية. محاولة القضاء على المقاومة الإسلامية الفلسطينية هو محاولة الردم كلي للمقاومة الفلسطينية، وهذا جنون إسرائيلي أمريكي غربي لم يسبقه جنون في التاريخ. الغرب أخطأ بإعترافه بإسقاط صدام. وكلفه ذلك الكثير وصدام الى اليوم يعتبر بطل ومحبوب في العالم المتكلم بالعربيه والعربي هذا من جهه من جهه اخرى الوضع الذي نحن موجودين فيه الان بسبب سقوط صدام الذي سمح لايران للوصول للحدود الاسرائيليه امريكا والغرب اخطا في خلق ما يسمى المجاهدين الافغان لاسقاط روسيا والقاعده وداعش وذلك كلفه الكثير وكلفنا التخلف الذي نحن فيه ففكر القاعده وفكر الجهاد وفكر داعش هو المسيطر على الفكر الاسلامي رغم انتهاء القاعده وانتهاء داعش لان ذلك يمثل عنصر الجهاد ضد الغرب ضد الكافر هذاك خلق في اجيال واجيال هذه الفكره ونلاحظها اليوم ولاحظناها عديد المرات العالم الاسلامي عندما يتحرك يتحرك بفكر داعشي بفكر جهادي والغرب وامريكا قاموا بخطا كبير بخلق ما يسمى بين قوسين الثورات العربيه واسقاط القذافي لانه احدث شرخا في شمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط الذي سمح لايران للوصول الى اليمن والوصول الى افريقيا والوصول الى شمال افريقيا وهذا الذي نعيشه الان كله اسباب الاخطاء الذي قامت بها امريكا والغرب حيث لم تنظر الا الى مصالحها الشخصيه لم تفكر ان هذه الشعوب لها الحق ان تكون متحذره لها الحق ان تكون موجوده لها الحق ان تكون لها كلمه كان همها الوحيد هي سرقه الثروات من جهه وكسب التحالفات السياسيه وتجهيل هذه الشعوب بكل الطرق حتى فيما يخص المقاومه الفلسطينيه وقد تكلمت في ذلك الفيديو السابق ان اسرائيل وامريكا والغرب لا يريدون مقاومه فلسطينيه حضاريه مقاومه فعليه تطالب بالارض ليس باسم الدين ولا باسم الاسلام. الحركه الصهيونيه بنفسها والمتطرفين منها يدعمون حماس. لان عندما يدعمون حماس والحركات الاسلاميه الفلسطينيه تعطي لهم الحجه لكي يقضوا عليها كليا. الغرب لم يفكر انسانيا بل فكر انانيا لم يفكر في الشعوب العالم وهو الذي يريد ان يقود العالم هل قياده العالم يعني ان تكون الشعوب الاخرى خاضعه لك انتهى عهد الاستعمار انتهى عهد الخضوع كل ذلك قد انتهى لو اردت ان تحكم العالم يجب ان تحكم العالم مع القوة التي هي موجوده وما الحرب الروسيه الاوكرانيه الا نتيجه التعجرف الغربي الامريكي يعني روسيا وضعوها يعني في مكان اقل من مستواها جعلوها تقريبا من العالم الثالث وهي القوه التي كانت تواجههم لانها قبلت النقاش وقبلت السلم ماذا فعلوا بها اخذوا ينخرون فيها بدون توقف بدايه من الشيشان وتاييد الحركه الاسلاميه في الشيشان ضدها الى اوروبا كل مره يعني يضيفون دوله اوروبيه الى الاتحاد الاوروبي إذا السياسة الغربية التي تتبعها الدول الغربية هي سياسة غير إنسانية وغير عادلة، وهذا أمر أصبح واضح للجميع، عندما نرى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعيات كيف تتصرف أمام هذه المجازر التي تقع في غزة، نعلم انهم كما قال يعني الاسرائيليين المسؤولين حيوانات يعني هذا امر غير مقبول كليا يعني قبر كلي للمقاومه الفلسطينيه وانهاء فكره قيام دوله فلسطينيه هذا امر لن يقبله احد وكما قلت واقول الفلسطينيين ليس الهنود الحمر هذه مسألة مهمة إذا الوضع الحالي سوف يذهب أكثر للتوتر خاصة الذي يقوم بالعملية من؟ إسرائيل يا أبو رب إسرائيل المنبوذة من كل العالم الإسلامي ضد من؟ ضد المقاومة الفلسطينيه بغض النظر اسلاميه او غير اسلاميه هي الوحيده الموجوده ليس هناك مقاومه اخرى الا المقاومه الاسلاميه والوضع الحالي والخلافات الموجودة بين أمريكا والغرب وروسيا والصين وابتعاد دول الخليج عن أمريكا أو التردد لدول الخليج وحلفاء امريكا والغرب في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذا يحقق الامور من سوف ياتي معهم من يجرؤ من الدول العربيه او الاسلاميه ان يؤيد اسرائيل ضد حماس هل سوف تبقى ايران مكتوفه الايدي هل لا تحرك عناصرها ليس في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقط وإنما داخل الغرب نفسه، داخل أمريكا. ولا تحتاج أن تحرك، فقط الأحداث التي سوف تقع في الأيام القادمة سوف تتحرك لوحدها، لأن العالم الإسلامي أو ما يسمى بالأمة الإسلامية، رغم كل شيء عندهم رابط يربطهم من بيناتهم. يعني هذه مسألة ما يحبوش يفهموها. لا يريدون ان يفهموا يريدون الا ان يتجبروا فقط وهذا خطر كبير اكبر من خطر اسقاط صدام واسقاط القذافي واسقاط القاعده وداعش اننا قادمين على حرب قد تكون في البدايه محدوده ولكن سوف تتحول بين ما يسمى الفصائل الاخرى الاسلاميه الداعمه للفصائل الاسلاميه الفلسطينيه ويمكن ان تتدخل دول مثل سوريا وايران والاعظم والاخطر ان تتدخل روسيا فهنا نكون امام حرب عالميه ثالثه باتم معنى الكلمه. بدايه الحرب سهله ولكن نهايتها شبه مستحيلة لو لم يكن هناك متصرف بأتم معنى الكلمة تداعيات الحرب والخسائر الإنسانية والدمار الشامل لا أحد يمكن أن يتوقع خاصة بما وصلت إليه التكنولوجيا اليوم هذا من جهة ومن جهة أخرى أطراف الصراع تحكمهم ايديولوجية عقائدية قوية جدا، لا تقبل الخسارة. فكرة علي وعلى اعدائي. اذا، بداية الحرب هو اكبر خطأ سوف يقع مع الاسف. هذا من جهة، ومن جهة اخرى، الحياد في هذه الحرب غير مقبول بتاتا لا من طرف الدول ولا المجموعات ولا المنظمات ولا الاشخاص انها حرب مصيريه بالنسبه للانسانيه وعندما اقول مصيريه اقصد ما اقول مصيريه باتم معنى الكلمه اما تنتهي بخراب كلي والبدء من جديد او ينتصر الحلف الغربي وهذا مستبعد حتى ولو انتصر نقولوا عشرة في المية انتصر العالم سوف لا يكون على ما هو عليه كل شيء سوف يتغير وإما أن ينتصر الحلف الشرقي وهو المتوقع وسوف نعود إلى عصور العبيد والعصر الحجر الحلف الشرقي لا يهمه الفرد وإنما تهمه المجموعة وهو لا يملك شيء سوف لا يخسر شيء لأنه خاسر من الأساس سوف يدخل في حرب لا يملك شيء غير التخلف والأفكار المتخلفة. لهذا موقفي منه واضح ولا يدعو للشك بالنسبة لي. طبعا دائما أتكلم بالنسبة لي ورأيي. الحلف ما يسمى بالحلف الشرقي بكل أطرافه بالنسبة لي هو حلف متخلف، حلف ديكتاتوري حلف تسيطر عليه الايديولوجيه مهما كانت الدينيه او غير الدينيه حلف فاشل في حياته وفي وجوده، حلف عاطفي، حلف لا يملك اي شيء يعني يمكن ان نعتمد فيه عليه، فهو حلف يعني لا يمتلك الاساليب الحضاريه والانسانيه لا يهتم بالانسان كانسان وهذه مع الاسف حقيقه ووجهه نظر لهذا يعتبر موقفي واضح يعني راي واضح اني ضد حماس وضد حزب الله واعتبرهم منظمات ارهابيه وضد الحركات الاسلاميه كلها وضد ايران وضد روسيا وحتى اني ضد الصين كل هذا الحلم ومن يتبعه من دول متخلفه من العالم الثالث انا ضده وضد فكره وديكتاتوريته وضد فقره وضد جهله وضد وحشيتهم وضد افكارهم التقليديه وضد المحرك الديني أو الإيديولوجي الذي يحركهم، وضد كل من يقترب منهم أو يتعامل معهم، بالنسبة لي ذاهبين نحو الزوال طال الزمن أو قصر، يعني هذه مثلاً بالنسبة لي ما تقدرش تحاربهم أصلا، هدم أشخاص معدومين الوجود، معدومين الحضارة، معدومين الإنسانية. فهم نحو الزوال لا محال يعني تصور بوضعهم الحالي ماذا يفعلون بضعفهم بجهلهم ماذا يفعلون من جرائم تصور هؤلاء يصبحون سادة العالم تصور أن إيران تصبح بالفكر متاحة والإيديولوجية متاحة ولاية الفقيه، تصبح تمثل العالم الإسلامي كله، وتحكم مع روسيا التي تصبح تمثل أوروبا وأمريكا بالفكر الإيديولوجي الدكتاتوري، وتصور الصين في آسيا، وتصور أن يصبح كل العالم يستعمل... الصناعه الصينيه رغم انها كما قلت ان الصين ليس لها اهداف سياسيه الى الان يعني لم نرى منها اهداف سياسيه، نرى منها اهداف اقتصاديه تكنولوجيه ولكن تقلد فقط تقلد لا تبدع محدوده التفكير تصور الان انهم هم هذم القوى الثلاثه سادت العالم وأنت ضمن أحد المجموعات سوف تعيش عبد باسم الدين أو باسم التكنولوجيا أو باسم الإيديولوجية ولا يكون لك أي وجود فردي ذاتي يحقق ذاتك ويحقق إنسانيتك هذا من جهة ومن جهة أخرى لو أصبح هؤلاء سادة العالم سوف يدخلون في حروب لا نهاية لها من أجل أن ينتصر واحد منهم على الكل لأنهم لا يؤمنون بالتعدد والاختلاف لأن تركيبتهم الأساسية ديكتاتورية ولا مجال للتعدد فتصور مثلا أنا الآن مع هذا الحلف هل تتصور أن هذا الحلم يقبل أن أقول أنا ضد الحرب، ماذا سوف يقولون عني؟ إني خائف، إني كافر، إني ساقط، إني عميل، لأنهم لا يؤمنون إلا بفكره جاهزه ذات قالب واحد. هؤلاء عندما تكون معهم يجب أن تكون مثل القطيع في كل شيء، أن تتبعهم في كل افكارهم وليس فقط هذا، يجب ان تعطيهم كل ما في ذاتك، بل حتى تعطيهم حياتك من أجلها ان تكون ضمن القطيع وان تسمع وتطيع، هذا لا تجده في الحلف الغربي، رغم انه لا يمثل الكمال ولي عليه ما اخذ كثيره، وأنقده كبير لكن هناك هامش من الحرية والإنسانية تسمح لي أن أحس بوجودي وهذه حقيقة طبعا كما أقول وأقول أنا أتكلم عن نفسي يمكن أحدكم مثلي حس بهذا الإحساس انا اسافر كثير عندما اسافر الى دوله غربيه مهما كانت او تحمل الفكر الغربي حتى اسرائيل عندما سافرت الى اسرائيل عندما تدخل في الحدود تحس انك انسان عندما تتجول في الطرقات تحس انك انسان هناك قانون هناك مؤسسات بينما عندما اسافر الى دول متخلفه سوى دولنا هذه أو روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية، لم أسافر إليها طبعا، تحس أنك مراقب، متهم، ينظر إليك من كل مكان، أو عندما تسافر إلى سوريا أو إلى إيران أو إلى لبنان منطقة حزب الله أو إلى غزة، توضع كل الأنظار عليك. يجب ان تكون مثلهم ومنهم والا انت خائن انت كافر يجب قتلك تصور ان هؤلاء لهم قوه اوروبا وقوه الغرب من سلاح وتكنولوجيا تصور ماذا سوف يفعلون لمن يعارضهم تصور حماس لها القوه العسكريه لا اقول كلها وانما واحد في المئة من القوة العسكرية الإسرائيلية ماذا سوف تفعل في الإسرائيليين؟ هي ليس لها شيء، عندها شماريخ، صواريخ تهديم سياج، دخول، وعملت ربها ألف وخمسمائة قتيل. وإسرائيل عندها 11 يوم، وهي تقصد قداش عملت؟ 3500 يعني مش تفهم لازمك تفكر وتشوف طبعا انا مش مسألة عدد بالنسبة لي الانسان انسان يعني عشرة ولا واحد تقتل هي تعتبر عمل غير انساني ولكن حبيتكم تفهموا ان يعني نجاح حماس والحركات الاسلامية ونجاح إيران وروسيا والصين والدول المتخلفة، سوف يؤدي بنا إلى الهاوية. سوف نبقى نتخبط مئات السنين، ونحن الآن وصلنا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ولتعميد خارج الأرض. أنا أتمنى أن الغرب يحولنا من هذه الأرض إلى كوكب آخر. الأشخاص اللي يحبوا يكونوا حضاريين إنسانيين، نمشيو ونعيش ونخلي لهم الارض خليوها للمتخلفين الكل اللي يحبوا يحاربوا ويقتلوا كذا على قطعه ارض خليها هالهم نمشيو ونعيشوا في القمر نمشيو ونعيشوا في اي مكان اخر بعيد على ربهم وجوههم الحرفه وتفكيرهم المتخلف وارهاقهم الفكري والجسدي وتعصبهم تنظر ديما من جميع الجوانب، لهذا أنا أقول، يعني اتخاذ موقف هو أمر ضروري، أمر ضروري، ويجب أن نكون واعين بالقرار اللي ناخذه، لأن يعني لازمنا نتحمل المسؤولية، لما نقولكمش امشوا مع الغرب، ولا امشوا مع الشرق، لا. لازم قرارك يكون من داخلك، من إحساسك، من تجربتك. من ذاتك وتتحمل المسؤوليه من بعد ما تجيش تبكي عندما تكون مع حماس ومع المقاومه ما تبكي من بعد وتتصر الدول المتخلفه هذه ما تجيش تبكي لازم تقترب وتكون عبد حقير ضمن القطيع، اذا نعم موقفي واضح رغم المراره ورغم الحزن والاسف لا اريد ان يتورط الغرب في هذه الحرب وان يكون اكثر تعقل واكثر انسانيه طبعا قولي انا مع الغرب ليس قولي مع سياسه الغرب وليس قولي مع عدوان الغرب وليس قولي مع تصرفات الغرب مع الشعوب الاخرى لا انا اعارضه في ذلك وأنا حر يعني عندما أعارضه حر ولا أتهم أني عميل عندما أقول أنا ضد العنف أنا ضد الحرب أنا ضد السياسة التي تتبعها لا يعني أنا خائن أو أنا كافر أو أنا عدو أو أنا عميل لأن هناك حد للحرية الغرب تحكمه مؤسسات تحكمه قوانين هذا معناتها مسألة واضحة وهذا الذي يعجبني في الغرب هذه الحضارة التي رغم أنها غير كاملة ولكن أفضل ألف مرة من الدكتاتورية وعدم الحرية إن ما يحدث الآن يعني ما قامت به إسرائيل من قطع الكهرباء والماء ووسائل الاتصال بحد ذاته جريمة حرب وسوف تحاسب عليه يجب أن تحاسب عليه ويجب على كل الإنسانيين في الغرب أن يعملون على محاسبة من قام بهذا الفعل ومن أمر بهذا الفعل فما بالك بالقصف على الأحياء السكنية والمدنية ما تقوم به إسرائيل لا داعي للشك جريمة حرب بأتم على الكلمة ورغم أن مؤسسات الغرب القانونية وغير القانونية لا تتكلم لأن الآن الوضع متوتر ولأن السياسيين في الغرب اختاروا المواجهة واختاروا الحرب ولكن هذه الأمور يجب أن يحاسبون عليها وسوف يحاسبون عليها لأنها جرائم حرب بأتم معنى الكلمة. وسوف ترتكب جرائم اخرى اكبر واكبر ولا يعني ان حماس لم ترتكب جرائم حتى ولم ترتكب الارهاب عمليه طوفان الاقصى رغم دقتها ونوعيتها ونجاحها تعتبر عمليه ارهابيه لماذا لو انتم لكم القدره أن تدخل داخل العمق الإسرائيلي وتسيطر على مراكز مهمة جدا لو العملية يعني تمت لو كان مثلا الذي قام بالعملية أشخاص إنسانيين أشخاص يحملون فكر متطور حضاري لدخلوا لإسرائيل وسرقوا لأنهم يعني سرقوا كمية كبيرة جدا من الأرشيف ومن المعلومات العسكرية التي كانت موجوده في اسرائيل ومنها اسماء العملاء الذي في غزه الذي يعطون المعلومات لاسرائيل وخطط للجيش الاسرائيلي وقتلتم بعض الجنود دفاعا عن انفسكم وخرجتم هل كان سوف يقع هذا؟ في نفس اليوم او بعد يوم وقعت 12 عمليه نجم نقولوا إرهابية تفجير في كورسيكا كورسيكا هي جزيرة محتلتها فرنسا ويطالبوا باستقلالهم طبعا من حقهم عندما فجروا شنو يفجروا ما يفجروش ديار أهلها بالسكان لا فجروا 12 منزل فارغ لأشخاص يملكوهم ما همش من كورسيكا من فرنسا من باريس ولا من ليون ولا من مارسيل جاو الكورسيكا وشراو اراضي وبناو ديار فجرورهم ال المنزل تم تفجيره بدون احداث اي قتيل هذا يعتبر صحيح يعتبر عمل ارهابي ولكن لم يحدث قتله نفس الشيء بالنسبه للحماس، انتم دخلتوا لإسرائيل علاش تدخلوا بهذيك الطريقه وعلاش تهجموا على حفل موسيقي فيه أشخاص من كل الجنسيات وتقتلوا منهم 250 واحد، لماذا تدخلون إلى بيوت الناس وتهددوهم بالسلاح، أليس هذا عمل إرهابي؟ لو دخلتم وسرقتم المعلومات وقتلتم الجنود نقول هي حرب يعني على حسب القانون. من يعمل سلاح تقتلوه دفاع على انفسكم لكي تنجح العمليه وخرجته هل سوف يحدث ما حدث الان؟ لا سوف تعتبر عمليه مخابراتيه عسكريه حماسيه بامتياز ولكن تحذيركم للعمليه واعتمادكم على ما يسمى هذا الحل للموسيقي الموسيقي الذي يحضر فيه كل سنة آلاف الأشخاص من جميع الجنسيات لكي يرقصون ويغنون تهجموا عليهم وتقتلوا منهم 250 واحد وتزيدوا تلزوهم باش يقربوا للحدود وتدخلوهم كأسرة هناك أشخاص عمرهم 20 سنة 18 سنة هناك أطفال هناك نساء ورجال يعني هل هذا هذا العمل اللي قاموا به حماس يعتبر عمل متحضر؟ لا انتم تصوروا لو حماس كما قلت لكم تملك قوة واحد في المئة اللي تملكه إسرائيل ماذا سوف يفعلون؟ إذا العملية لا تتوقف على العملية بحد ذاتها فقط وإنما الخطورة نتاع العملية وطبعا كان هذا هو هدفهم يعني هما ما فكروش في شعبهم يعرفوا اسرائيل مش تقصف مين مش هناك قوله عند الشيعه الدم يغلب السيف الدم يغلب السيف بالنسبه لهم هذه القوله معروفه عندها تمثل الحسين يعني كثره الدم سوف تؤدي للانتصار اذا هما ما مش قداش من شخص يموت هما ما ينظروش للانسان كانسان هما ينظروا روحهم كمجموعه يعني بقاهم كمجموعه كقبيله وان ماتوا نصفهم مش مهم اسمع في احد المصريين يقول لك هما بناوا ملاجئ للسلاح نتاعهم لماذا لم يبنوا ملاجئ للمواطنين باش يوريك اللي هما بالفعل فكرهم متخلف، هذا هو الفكر الإسلامي الديني الإيديولوجي. يعني عملية طوفان الأقصى بغض النظر عن نجاح يعني عملية يعني معناتها كانت يمكن أن تكون في صالحهم، لكن تفكيرهم المتخلف خلى الناس الكل تكرههم. من العالم المتحضر بين قوسين لأن منسميهاش نسميها عالم متحضر وإنما نحو التحضر علاش 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 تقتلوا في أشخاص أبرياء وتعرض الشعب كامل للقصر؟ ما يهمكش أربع آلاف خمس آلاف يموتوا نص غزة يموت مهمكمش المهم أنتم ما تنتصروا انتصار الدم على السيف هذا معناتها شيء خطير جدا ومساله مساله المستشفى يعني كيف يلعبوا على العاطفه بهي انا ما نقولش كما قالت اسرائيل انهم قصفوه عمدا لان يعني تم قصف ليله قدوم بايدن الى اسرائيل يعني بسبب هذا الامر الذي وقع متاع قصف المستشفى ألغيت القمة الأردنية المصرية اللي كانت مش تكون مع بايدن. طبعا أنا تابعت بعد يعني في الأول صدقت لأني ما كنتش أتصور علاش غلطت أنا غلطت الحقيقة غلطت. يعني صدقت الرواية رغم إني ديما نحتاط منهم نعرفهم كذابة. ونعرفهم يستغلوا الظروف. وقت ان هناك خمسمائة قتيل قلت مستحيل تكون قذيفه وكذبت الطرف الاسرائيلي كذبت كليا لان خمسمائة قتيل لا يمكن ان تحدثها قذيفه بتاع حماس ولا بتاع الجهاد هما القذائف تقتل واحد ولا زوز واكثر شيء تشعل النيران والموت يقع نتيجه الجروح الذي تحدثها القذيفة ولكن في يومين كنت نبحث ونقرأ التقارير العسكرية والتقارير اللي قدمتها إسرائيل هو ما قدموا حتى دليل والتقارير بتاع المحققين الفعليين سوى الهولنديين سوى الألمان يعني نجم نقولوا محايدين رغم أن إلى الآن ليس هناك تأكيد من قام بقصف المستشفى لكن ما هو أكيد أن هناك تضخيم في عدد القتلى قرأت تقرير بتاع أحد الأشخاص الهولنديين قال لك معناتها كان المستشفى مملوء بالقتلى كان فيه عدد كبير من القتلى اللي ماتوا في القصف الإسرائيلي وتم حسبهم على اساس انهم ماتوا في المستشفى. يعني فما 200 ولا 300 شخص ميتين موجودين في الثلاجات وقالوا انهم ماتوا عن طريق القصف. لو اسرائيل بعثت صاروخ او بعثت قنبله لكان هناك اثار القنبله. رغم الى هذه الساعه يعني يجب ان يفتح تحقيق في المساله ولكن ما هو اكيد انه ليس هناك دليل ان اسرائيل قامت بتلك العمليه، وطبعا انا ضد فكره اسرائيل ان القصف من طرف الجهاد لو قاموا به هم يعني كان متعمد، كان خطا. وحتى لو اسرائيل ثبت عليها انها قصفت المستشفى اكيد كان خطا. لانه ليس من المعقول ان يتم قصف مستشفى في بهذه الطريقة إذا لكن الحدث بحد ذاته سوى الخطأ نتيجة المكالمة اللي موجودة من بين عناصر من حماس أو الجهاد وعلى حسب الأدلة اللي قدمتهم إسرائيل وغيرها تجعلنا نشك يعني نشك ولكن شوف كيفاش لعبوا على الحدث خطأ ولا مش خطأ كيفاش استطاعوا أن يقنعوا العالم انها اسرائيل التي قصفت وكيفاش استطاعوا بعد ساعات من اخراج الاف مئات الالاف من القطيع والهجوم على السفارات وسلطان عمان الاباضيين المسالمين الطيبين خارجين الجهاد 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 يعني مش يوريك اللي الفكر التخلف الفكر الداعشي منتشر وحتى من طرف ما يسمى المثقفين هذه هي المشكلة اللي يسميهم فنانين ومثقفين وغيرهم عقلية واحدة عقلية واحدة تسيطر عليهم الكره والبغض إذا اللي حبيت نقول عندما أقول أنا مع الطرف أو الحلف الغربي لا يعني مع كل ما يقوم به، وهذه حريتي، وهذا يعطيني اياها الفكر أو الحضارة الغربية، تعطيها لي، عندي الحق، ولا أتهم لا بالعمالة، لا بالخيانة، ولا غيره، وهناك كثير، مثلا هناك يهود في أمريكا دخلوا للكونغرس، يطالبون بإيقاف الحرب، يهود، هذه الحرية في أوروبا أنا نشوف كل إنسان يقول رأيه، مش لازم نقتلك وتقتلني، مش لازم نكفرك وتكفرني، مش لازم نتهمك بالخيانة وتتهني بالخيانة، كل واحد رأيه، الاختلاف هو اللي يمثل الإنسانية، إذا أنا اخترت أين أعيش، وأخترت مع من أكون، أنا أعيش في هولندا، لا أعيش في فرنسا، فرنسا بالنسبة لي. من الدول الغربية المتخلفة، أمريكا بالنسبة لي من الدول الغربية المتخلفة، التي ما زالت تؤمن بالحروب والتدخل في شؤون الآخرين. اخترت هولندا والدول الاسكندنافية بصفة عامة، هي دول إنسانية إلى أقصى الحدود. فلهذا لو كنت أعيش في فرنسا لعارضت السياسة الفرنسية للتدخل في شؤون الاخرين اخترت هولندا لانها تحترم حقوقي احس روحي مواطن مواطن باتم معنى الكلمه احس روحي حر في تعبيري في تنقلي في كلامي في كل شيء لهذا لا يمكن ان اكون مع التخلف هذه عندي مساله واضحة بالنسبة لي، وما يشرفنيش الدول المتخلفة، وإن كانت مسقط رأسي، هل الذي يحكم في تونس يشرفني؟ هل الذي يمثل تونس يشرفني؟ هل الهمج من المثقفين، بين قوسين مثقفين وفنانين ورياضيين، يشرفوني؟ لا يشرفوني. طبعا لا يشاركون وهذه المظاهرات وهذا العياط وهذا الكلام الفارغ افتحوا لنا الحدود الموت لاسرائيل شعملت انت ربك؟ شو عملت؟ مش نتكلم على تونس برك على كل هذه الدول المتخلفه والمتخلفين اللي موجودين داخل الدول الاوروبيه هذوك ما لازمك تحذر منهم انتوا شفتوا شنو وقع في بلجيكا وشنو وقع في فرنسا وشنو وقع البارح محاولة طعن بسكين هذوك ما سوف يتحولون إلى قنابل موقتة اللي ما يمنش بالحضارة والحرية والعلمانية رجعوا لبلاده وجيبونا الأشخاص اللي في الدول متاعنا اللي يؤمنوا بالحرية الغرب لماذا يبحث عن المشاكل؟ أنا شخصياً شخصيا يعني وجهه نظري هذا اسرائيل يرجعوا له ارضهم وكل الاسرائيليين عندهم اكثر من جنسيه اللي عنده اربعه واللي عنده خمسه واللي عنده سته ينجم يعيش في اي بلاصه في العالم معزز مكرم بدون خطر رجعوا لهم ارضهم اصلا كي ما تحبوش تعملوا دولتين معناتها رغم اللي كيما قلت نعاود نقول ولو حتى تعملوا دولتين مع هؤلاء ليس هناك حل أقطعوا لهم كل الأسباب أقطعوا لهم هذه الأسباب فلسطين و... والإسلام وكذا أقطعوا لهم كل شيء وأعطيهم أراضيهم يحبوا يحبوا بالشريعة خلي ربهم يحكموا في الشريعة وأعطيهم الإقامة والجنسية للمتنورين في شمال افريقيا والشرق الاوسط وكل العالم، من يريد الحرية فليعيش في دول الحرية، من يريد الديمقراطية فليعيش في الدول الديمقراطية، وما عادش تدخلوا في شؤون الناس، ما عادش تلعبوا هاللعب اللي باش تؤدينا إلى كارثة، الحرب من السهل بدايتها، رغم أني أثق. رغم كل شيء ان قرارهم بالحرب خاصة عند كثير من الدول المتحضرة قرارهم بالحرب عنده مخرج عندهم طريقة كيفاش باش يخرجوا منهم يخليهوش يتطور لأن لو تفلت الأمور ما حدش ينجم يوقفها حد هذه هي المشكلة، هنا ما عادش، ما عادش لعب. كما قلت، الآن القضية ليست العراق أو ليبيا. هنا الوضع تغير. هناك مطامع إيرانية، روسية وغيرها. لازم الانتباه لهذه النقطة. لأنها جدا مهم. مهمة. ما يعني همش باش شيء هما خاسرين من الاساس يعني امشي شوف الدول اللي يسميوها دول شمال افريقيا والشرق الاوسط باش شوف مش شوف لبنان وسوريا شوف العراق امشي يا سيدي بعد بعيد امشي لتونس اين كانت واين اصبحت هذا اللي نقوله إمتلاك الحرب خطر كبير جدا وان انطلقت يجب في اسرع وقت ممكن اغلاقها لا يجب تركها تتطور امريكا وتجيب الاسطول بتاعها والاسطول الثاني حطه في البحر الابيض المتوسط وعندها اسطول في البحرين لا تتصور انه لا يمكن ضرب هذا الاسطول ما نقول الاسطول في لبنان اللي مات فيه تقريبا اكثر من 350 جندي امريكي بيدن هذا الغبي يعني كنت نقول ما فماش اغبى من بوش هاو لقينا غبي اغبى من بوش هو بايدن كما كنت نقول ما فماش اغبى من مرزوقي جانا في تونس قيس زمر اغبى منه هل تريدون ان تعيشون او تموتون من يريد ان يموت من يريد ان يعيش عبد من يريد ان يعيش في القطيع من يريد ان يعيش ذليل فليذهب الى الدول التي فيها الذل والهوان والتخلف والانحطاط ومن يريد ان يعيش في الحضاره والانسانيه فلياتي ويسمح له ان يعيش في الحضاره الانسانيه هؤلاء اللي خارجين في الدول الأوروبية هذو من كل لازمكم تعرفوا إنهم قنابل موقوتة وكلهم على بكرة أبيهم اللي خرجوا اللي خرجوا على بكرة أبيهم يعتبروا خطر خطر كبير جدا ما تعرفش عليهم كيفاش ينقلبوا مع تطور الأحداث انا لا اريد ان اخيف او ادعو للكره او للعنف لا وانما ادعو للاحتياط نحن نريد الحياه نريد ان نعيش نريد ان نتمتع بهذه الحياه لا نريد ان نموت هم يريدون ان يموتون لان عقليتهم وافكارهم ان هذه الدنيا لا شيء ان هذه الدنيا ما هي الا ممر ما هم الا عبيد لله وسمعت البارح خطاب من المتخلف موسى الله والله والله يعني تخلف يعني ما, ما انت ما انتعجبش يعني الذي يدعون للحرب من الغربيين اشخاص متخلفين مثلهم مثل حماس مثلهم مثل ايران مثلهم مثل كل ارهابي في العالم يعني كيف شعوب يعني تعتبر متحضره تقبل رؤساء بهذا المستوى اصبح الامور واضحه الان بوش يتكلم على حرب صليبيه وهذا يحكي على موسى ولو لم توجد اسرائيل لخلقناش كون ربك انت ربك يعني هذه مساله جدا خطيره الانسانيه يجب ان تنتصر الحضاره والمبادئ الحضاريه الحريه اصبح الانسان يخاف يقول كلمه يعني هل سوف ينقلون جهلهم الينا هل الدول المتحضره والتي تدعي الحضاره والإنسانيه، هل سوف تتحول مجرمه بسبب هؤلاء المجرمين؟ هل سوف تتحول إرهابيه بسبب هؤلاء الإرهابيين؟ هل سوف تمنع الحريه لأن هؤلاء يمنعون الحريه؟ هل نتشبه بهم أم يتشبهون بنا؟ هذه هي المشكله. هذه هي المشكله الكبيره. اذا لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك الذي عندي واردت ان اعبر عليه عبرت عليه بكل وضوح لكي يعلم الجميع لان البعض يسالني في الخاص وانا اقول دائما في الخاص راني منجاوبش قليل 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 جدا اجيب لعده اسباب منها ليس لي الوقت وثانيا لا اريد الخاص، أنا أكره فكرة الخاص، نحب الشخص عندما يسألني سؤال يسألني في العام، الخاص يعني خاصي الخاص نتاعي أنا مع من هو جنبي أو قربي أو عندي علاقة به مباشرة، ليس عن طريق الإنترنت، رغم أني أنا يعني بالنسبة لي كل شيء واضح ما عندي مخبي يعني الشيء اللي نعمله نتحمل مسؤوليته والشيء اللي نقوله نتحمل مسؤوليته ونعرف شنو نقول شنو ما نقولش رغم كل ذلك اريد ان اقول خاطر بعضهم في الخاص يقول لي انت مع من انا مع الغرب ليس مع الحرب ليس مع الظلم ليس مع التعدي انا ضد الغرب في عشرين مليون حاجة ولكن أبقى مع الغرب ولكن مع الشرق ليس معهم في أي شيء لا يربطني بهم شيء ولا أعترف بهم أصلا كما قلت لكم بالنسبة لي هؤلاء لو تتركوهم وحدهم تو يفنيوا رواحهم وحدهم لو يمكن قيام دولتين فلتقم دولتين وعلى حدود واضحه لو لا يمكن ومن الافضل انك تبعدوا عليهم اصلا وتمشي وتعيشوا في بلايس اخرى الحياه جميله وهناك كثير من الاشياء نتعلمها في الحياه والتكنولوجيا والتطور والعلم اهم من الحروب والقتل والدمار والتدمير والاحلام الزائفه والخرافات والايمان الذي لا يعتمد لا على منطق ولا على فكر ولا ينفع اصلا ارجو ان اكون قد قلت ما في داخلي وطبعا انا اشتغل دائما اخر الاسبوع يعني الجمعه والسبت والاحد اتمنى ان لا تقوم الحرب وان قامت ان تكون محدوده وان لا تتسع ونلتقي في فيديو قادم يوم الاثنين او الثلاثاء لنتكلم عن هذا الموضوع او ننهي هذا الموضوع ونعود الى حديثنا عن الذكاء الاصطناعي عندي عده فيديوهات حضرتهم حول الذكاء الاصطناعي وهذه الاحداث مع الاسف يعني شغلتني على تلك الفيديوهات كما اني متشوق للعوده او اكمال السلسله الوجود في قناه الانسان والعرفان ولكن آآ طبعا آآ هذه الاحداث عطلتني انا وعطلتكم انتوما وعطلت العالم كامل ودخلته في مشكله كبيره جدا هذا الذي اردت ان اقوله وشكرا لكم على الاستماع وشكرا لكم على التعليق وشكرا لكم على التشجيع ومع فيديو قادم وبسلامه